سؤال بس عشان اتفضلي. موضوع النحت والحاجات دي غريب قوي بالنسبة لي. يعني انا لو حد بيلعب اراجوز بقاله كتير، مكان سقف الحلق بيبقى في شكله متغير؟ طبعا هيبقى فيه زي تجويف كده من ضغط مؤخرة اللسان على الامانة لفوق علشان ما تهربش منه. أوكي. هو ينفع نشوف حاجة؟ انا عايز العب باجو. انا عايز اعمل الحركة كده ولا حاجة. قول لي بس ازاي القصة دي. حط صباعك الكبير هنا. صباعك الكبير؟ لا ثواني. السبابة. ايوه. السبابة كده. لا السبابة هنا. ايوه هو تمام. والوسطى هنا. ايوه. والابهام هنا. عملت كده اهو. ايوه. فدرامون من الفل ولا ايه ده؟ ثبت راسك. كده. طيب بص بقى نلعب لعبة حلوة. لا استنى. ايه؟ انا عايزة برضو اسمع حاجة من ما انا بقى اخلي ايه؟ اخلي احمد يتكلم. اخلي احمد يتكلم وانا بقى ايه اعمل معايا القصة دي. يلا بينا؟ يلا بينا. وي وي. انا بحب اللعبة قوي والله العظيم يا جماعة. يعني بص في الحاجات دي ما توصاش يعني. يلا. حرك بس راسه حلو. والهيد روم بتاعته مش مظبوطه بس اهو. انا اطلع بره. مش مشكله هيد رومك. انا مبسوط بطري وساع في قناه صدى البلد. انت مبسوط ان انت في قناه صدى البلد يا اراجوز؟ ابو ساع. طب ما تسقف كده يا اراجوز. سقف سقف. كل سنه وانت طيب يا اراجوز. أنا سعيدة علينا يا رب. يا رب بلدنا يا رب. ومصر بلدنا. مصر بلدنا. بلد سور. وفي التقدم والزهور. طب يا أراجوز أنا عايز أسألك سؤال. أنت فرحان إن ميسي كسب كأس العالم ولا لأ؟ طبعا. كنت أرجنتيني. أنت أرجنتيني؟ طب نفسك إيه اللي يحصل في كأس العالم اللي جاي يا أراجوز؟ مصر تعدي دور المجموعات. نفسي والله انا كمان يا راجوز والله نطلع حتى يعني نعدي كده كاس العالم والله. يا راجوز ممكن تطلع فاصل اقول لك تطلعوا فاصل. يلا قول كده خلصت فقرتنا. بنشكركم جدا جدا. نورتونا. واسعدتونا. وبعد الفاصل استنونا. هيكون معانا. هيكون معانا المستشار احمد فوزي حجازي. باي باي.